السلام على من تبع الهدى كان يقوله النبي للكفار لما أرسل لهرقل وأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى كسرى وإلى النجاشي وإلى غيرهم، أرسل لهم السلام على من اتبع الهدى. فلا يقال للمسلمين السلام على من اتبع الهدى، لأن الله تبارك وتعالى اختار لنا سلاما، كما في قصة آدم عليه الصلاة والسلام جاءه الملائكة زين فقالوا السلام عليك، فرد عليهم فعلم آدم أن يقول وعليكم السلام والرحمة، فقال هذه تحيتك وتحية ولدك. فهذا هكذا علم آدم عليه الصلاة والسلام، فنحن أبدلنا تحية أخبر الله بها اللي هي السلام عليكم.